خلصت الامتحان ومنتظر النتيجة، الآن لما تدخلش الكلية اللي نفسك تدخلها مش عارف التنسيق هيكون ازاي السنة دي، النهاردة بإذن الله هنتكلم على توقعات التنسيق لعام 2021 علشان تعرف من خلال الفيديو ده ومن خلال كلامنا النهاردة إن شاء الله انت بإذن الله رايح على فين. الأول بنقول لك لو انت لسه مشتركتش في القناة سارع بالاشتراك، كمان لو انت مشترك حاول تعمل للفيديو لايك وشير علشان الكل يستفيد. فاصل قصير ونرجع نكمل معاك. اهلا بيكم على قناتكم قناة درس مش خصوصي مع محمود زكي. طبعا احنا بنتكلم على توقعات تنسيق السنة دي، هل يا ترى التنسيق هيبقى عالي ويا ترى المجاميع هيكون شكلها ايه؟ طبعا في مؤشرات بتأكد ان شاء الله على الرغم من صعوبة الامتحانات الا ان نسبة النجاح هتكون كبيرة الى حد ما. كمان في مؤشرات بتقول ان الطلاب ان شاء الله عدد كبير جدا منهم هيلاقي كليات كتير باذن الله يدخلوها، وكمان يدخلوا الكليات اللي هم بيتمنوها. والمؤشرات ديت هي كذا حاجة، اولهم واهمهم ان السنة دي مفيش درجات، ويمكن الوزير اعلن ده بنفسه لما قال ان النتيجة مش هتطلع بدرجات لكن هتطلع بنسب. معنى كده ان الكلية اللي انت ممكن يعني بتتمنى انك تدخلها ممكن تدخلها بإذن الله عن طريق النسبة اللي ممكن تحصل عليها، لأن طبعا صعوبة امتحانات السنة دي خلت إن النسب دي هتكون يعني إلى حد ما متقاربة ما بين طلاب كتير. علشان كده طبعا هيبقى فيه يعني موائمة ما بين وزارة التعليم والتعليم العالي، يعني هيشوفوا الأول النسب اللي هم محتاجينها في كليات القمة زي الطب وزي الهندسة وزي العلاج الطبيعي والصيدلة، وكمان يعني الكليات زي الإعلام وألسن، كل الكليات دي هيشوفوا النسب اللي محتاجينها. طبعا إن شاء الله يكون لكم نصيب في الكليات اللي انتوا بتتمنوها، لأن النسب إن شاء الله إلى حد ما هتكون كويسة جدا، هتكون مطمئنة رغم من صعوبة الامتحانات. ليه؟ لأن طبعا المتداول والمعروف إن النسب السنة دي بإذن الله مش هتكون زي نسب الأعوام السابقة. الأعوام السابقة كانت المجاميع بتبقى كبيرة جدا، طلاب كتير جدا بيكونوا مقفلين، منهم اللي جايب 410 ومنهم اللي كان بيجيب 409.5 بأعداد كبيرة جدا، و 409 لغاية 406 أو 405 أعداد كبيرة جدا كانت بتجيب المجاميع دي، وعشان كده كانت بتحجز يعني كليات القمة. لكن احنا بنتكلم السنة دي على ان ممكن يكون الأوائل مثلا يعني جايبين من 97 ل 98%، والأعداد مش كبيرة، اللي هيقفلوا مواد أعدادهم برضو مش هيكون كبير، ممكن يتعدوا على الصوابع. يعني معنى كده ان النسب ما بين معظم الطلاب هتكون قريبة الى حد ما، وده طبعا يعني ممكن يخوف بعض الطلاب ويقول طب ما كده أعداد كبيرة جدا، لو عايزة كلية بعينها ممكن الأعداد دي كلها ما تدخلهاش. هنقول لا، ان الطالب يعني على الرغم من انه ممكن يحصل على نسب قريبة من بعض لكن يعني احتياجات الطلاب بتكون مختلفة عن بعضها، منهم اللي عايز يدخل كلية قمة ومنهم اللي بيجيب مجموع كبير او نسبة كبيرة ومع ذلك ما بيدخلش كلية قمة. يعني مثلا هتلاقوا طلاب جايبين نسب عالية وبيدخلوا حقوق، ليه؟ لانهم مثلا عايزين يدخلوا في سلك النيابة او يبقى بعد كده مستشار او وكيل نيابة او ما الى ذلك. كمان ممكن يكون الطلاب حاصلين على نسب عالية ومنهم اللي عايز يدخل كلية زي كلية التجارة، تجارة انجليش مثلا، ليه؟ لانه ليه فرصة عمل مناسبة مثلا سواء في بنك او في شركة او حاجة زي كده، ودي بتكون مضمونة بالنسبة له افضل من ان هو يعني يدخل كده ويشوف حظه ايه في كليات القمة. فاحنا مش بنطمنكم لكن بنقول لكم ان فعلا في مؤشرات كتير بتقول ان نسبة النجاح هتكون اعلى من العام الماضي، وكمان نسب
النجاح اللي احنا بنقول عليها بقى المجاميع، هي السنة دي مش هتبقى مجموع لكن هتكون بنسب، والنسب دي هتكون قريبة من بعض الى حد ما، وهتتيح لطلاب كتير جدا ان شاء الله ان هم يدخلوا الكلية اللي نفسهم يدخلوها. بندعي لكم بالتوفيق وان شاء الله كلكم تطمنونا، وبنوعدكم باذن الله ان احنا يعني بمجرد طلوع النتيجة او قرب طلوعها هنحاول بقدر الامكان يعني نعمل فيديو علشان تقولولنا فيه، تكتبولنا في التعليق عليه ارقام الجلوس بتاعتكم، ونجيب لكم النتيجة ان شاء الله ونعلنها لكم جميعا في فيديو قصير كده بإذن الله نقول لكم فيه النتيجة، وإن شاء الله ربنا يفرحكم جميعا ويفرح أولياء أموركم بيكم اللي منتظرين منكم الكتير. عرفنا أن أنتوا تعبتوا السنة دي، عمر ربنا سبحانه وتعالى ما يضيع تعبكم، تفائلوا بالخير تجدوه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، وكمان حاولوا بقدر الإمكان تكتروا قوي من الدعاء اليومين دول، لأن الدعاء بيغير حاجات كتير جدا جدا جدا، مش بس انتوا اللي تدعوا، خلوا كمان اللي انتوا بتظنوا ان هم صالحين يدعوا لكم كتير، وخاصة بابا وماما، لان طبعا دول دعوتهم لوحدها بإذن الله هتكون مستجابة. ربنا معاكم، ربنا ياخد بإيديكم للنجاح والتفوق، وبإذن الله تدخلوا الكلية اللي بتتمنوها.